السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد المراجعة النهائية للصف الرابع في مادة اللغة الإنجليزية، وإن شاء الله مش هيخرج منها الامتحان. هما 3 امتحانات هنحلهم، اللي هما موجودين في كتاب المدرسة. آخر 3 امتحانات دول بيجي منهم الامتحان كل سنة ومش بيتغيروا، يعني هما كل سنة وبيجي منهم برضو الامتحان. فاحنا هنحلهم مع بعض دلوقتي، ولازم يتذاكروا كويس عشان ان شاء الله هنلاقي فيهم الامتحان. بس طبعا قبل ما نذاكر الامتحانات دي لازم نكون الاول راجعنا على كل كلمات المنهج، حلينا امتحانات محافظات كتير، لازم نتدرب كتير على امتحانات المحافظات ونشوف بتتحل ازاي، وهتلاقوها متكررة، يعني هتلاقوا الحاجة هي بتيجي، وهي هي دي اللي هتيجي في الامتحان. يعني زي ما انتوا هتحلوا في امتحانات المحافظات ان شاء الله الامتحان هيبقى هو بالظبط نفس الحاجات اللي انتوا هتذاكروها. طيب، يبقى اول حاجة كده هنراجع على كلمات المنهج كلها، هنحل امتحانات محافظات، وتعالوا نشوف هنحل ال3 امتحانات اللي هما في كتاب المدرسة. اخر 3 امتحانات في كتاب المدرسة لازم يتحلوا ويتذاكروا كويس جدا، ان هما دول اللي فيهم الامتحان. طيب، اول حاجة ده اول امتحان هتلاقوه. طبعا اول سؤالين في الامتحان ده في مدرس او مس هيدخلوا يقروهم، والتلاميذ هتحل. طبعا انا اول ما اخد اعرف ابني كده او بنتي، ولا اول ما تاخدي ورقة الامتحان تسيبي اول سؤالين، تسيبي اول سؤالين لحد ما المدرس يدخل يقراهم، ونبدأ نحل في بقية الامتحان. اول ما يجي المدرس يقول يلا نحل اول سؤالين، هنرجع تاني للامتحان ونحل معاه. بس ما استناش ان هو هيلف على الجان كتير، فانا ما استناهوش لحد ما يجي، لا انا ابدا اشتغل في الامتحان لحد ما هو يجي ونحل معاه اول سؤالين. طيب، اول سؤال ده عباره عن ايه؟ اول سؤال عباره عن يقول لي listen and circle the word with the short vowel، يعني انا هسمع من المدرس كويس وهعمل دايره على الكلمه القصيره، الكلمه اللي ايه القصير، يعني اقول ايه تون اب. ده هو قال اب قصير، هروح عامله دايره على ايه، على كلمه اب. فيت فيت، طبعا انا مع تلاميذي بطول شويه في الكلمه الطويله عشان ياخدوا بالهم بس كتدريب ان هم يعرفوا القصيره. هنا فيت فيت، لا ده القصيره كانت فيت. نايت بين، لا هي بين. طيب، هنا بوكس كوت، لا هي بوكس، فبعمل دايرة. تاني حاجة هيقرأ لنا جملة، هنشوف الجملة مين اللي ناقص. طبعا مش هبص للمدرس عشان لو بصيت له مش هعرف ايه اللي ناقص، لا انا هبص وامشي معاه بالقلم كده. قال ايه بقى؟ اي وانت اد، والموجودين اهو، راح الكناري على طول، اعرف ان الكلمة الناقصة هي كناري، وبسرعة اكتبها قبل ما يقول الجملة التانية، لانه مش هيرجع كل شوية لواحد اللي واقف في رقم واحد اللي واقف في رقم اتنين، لا 3. طبعا هيقرا بسرعة وهيمشي عشان يلف على باقي اللجان، فاحنا نركز كويس ونكتب معاه بسرعة. يبقى اول حاجة هنا ناقصة كناري، فبكتبها بسرعة واروح معاه لرقم اتنين. This camera is mine، يبقى هنا عندي ناقصة كلمة mine، فبروح على طول كاتبة كلمة mine. They go to school by bus، هنا ناقصة go، على طول اكتب go. He exercises in the morning، هنا ناقصة exercises، بروح كاتباها بسرعة. وباقي الامتحان انا هحل لوحدي. تعالوا نشوفوا بقى هنحل ازاي. طبعا السؤال ده محير الناس، ناس كتير اتكلموا فيه وشايفة على الجروبات بيتكلموا فيه. بيقولي هنا read and write true t or false if، انا بحب اكتب صح وغلط. اللي عايز يعمل t اللي هي مكان الصح، وfalse مكان الغلط، زي ما تحبوا يعني. المهم العلامة تكون في مكانها الصحيح. رقم واحد بيقول my mother is a teacher. انا ما اعرفش هي مامته ولا مش مامته، فناس بتعملها صح وناس بتعملها غلط. لا انا المهم عندي ان هي مدرسة، هي مدرسة، فانا هعمل true، هعملها صح. I have math on Monday، هو فعلا في math، بس لو بصيت دققت في النتيجة هلاقيها Thursday مش هلاقيها Monday، فهنا فولس. They are at home، هما في البيت، لا ده دول في المدرسة، فبعمل فولس برضو. The boy looks for his book، الولد بينظر للكتاب،
لا انا شايفاه بيبص للمدرسة، فبرضو دي هعملها فولس. دي ممكن ناس تعملها برضو ترو، لان هو بيكتب، فهو بيكتب وبيبص للمدرسة، فهي الصورة بصراحة ما يعني تحير. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي read and circle the odd one. the odd one نقرأ ونعمل دايرة على المختلفة. انا عندي هنا كلهم وسائل مواصلات ما عدا بوب كورن، فبعمل على البوب كورن. عندي هنا كلهم لو قريتهم كده رابت ميت كيك فيجيتابلز، لا عندي كلهم اكل ما عدا رابت، فبعمل دايرة على الرابت. عندي هنا ريد بلو كايت وايت، عندي كلهم الوان ما عدا كايت. كيز امبريلا والت دوك، عندي كلهم اشياء ما عدا الدوك، فبعمل دايرة على الدوك. السؤال الخامس بيقول choose the correct answer from A B C or D. بنعمل بنختار وبكتب الكلمة برضو، يعني أنا بختار الحاجة الصح وبكتبها في النقط. أول واحدة you want vegetables، اليو دي جمع فبتاخد دو. do you want vegetables، هل أنت تريد خضروات؟ طيب الصفحة التانية في الامتحان بيقول لي he احنا عارفين في المضارع البسيط شرحته، قلنا هي مفرد زيادة حرف الاس، فانا لو بصيت لهم لقيت كلهم فيهم اس، فانا لازم اشوف ايه الكلمة اللي بعد النقط، لازم اشوف الكلمة اللي بعد النقط، فهشوف الكلمة اللي بعد النقط هلاقيها فيديوز. طب الفيديو انا هعمل له ايه؟ واتشز هشاهده، ولا واشز هغسله، ولا كلينز هنضفه، ولا داز؟ لا هي طبعا واتشز هشاهده، فانا بختار واتشز وبكتبها في النقط. رقم 3 نقط تايم داز ات ليف، طبعا احنا عارفين تايم دي بتيجي معاها وات تايم داز ات ليف، ما الوقت اللي هو هيغادر فيه. وي جو تو ورك نقط اندر جراوند، احنا درسنا ان كل وسائل المواصلات بتاخد حرف الجر باي، ما عدا لما اقول انا رايح المشوار ده على رجلي بقول اون فوت، اون فوت فدي هتاخد باي اندر جراوند. طيب السؤال السادس دي الكتابة، اللي هي الصور بيجي سؤال دو يو، ده لازم بيجي سؤال واتس ذيس، ما هذا، بقول اتس كذا، ده هتشوفوه دلوقتي. بيجي سؤال هاو داز شي جو تو ورك، بيسأل يعني سؤال بجاوب عليه بدو، يس اي دو او نو اي دونت. سؤال بيسأل على وسيلة المواصلات اللي انا بروح بيها، اي اقول له بقى باي تاكسي باي باص باي بلين اون فوت. بيسأل بواتس ذيس، ممكن يجيب لي صورة جاكيت او يجيب لي بغبغان دايما بيجيبها، بقول واتس بقول عليها اتس كذا. ففي حاجات معينة هي اللي دايما بتيجي في الامتحان، دو يو دي لازم جاية يعني، وهاو داز شي جو تو ورك دي برضو ازاي بيروح الشغل، دي برضو بيجيبها كل سنة. فهنا عندي بيقولي وات از هي دوينج، ماذا هو يفعل، فهنا عندي دوينج فيها اي ان جي، وهنا هي از، فانا بعمل مقص اقول هي از ولازم وراها فعل زائد اي ان جي، هنا بياكل فبقول هي از ايتينج. فانا بشوف السؤال هو مضارع مستمر، عرفت منين عندي هي وعندي از وعندي دوينج اهي فيها اي ان جي، فبعكس الهي الاول وراها الاز واحط فاعله معاه اي ان جي، هيز ايتينج. طيب التانية بيقول لي هاو داز شي جو تو ورك، هي بتروح الشغل بتاعها ازاي، اقول شي بجيبها ازاي بقى، عندي داز يبقى هنا الفعل لازم في الاجابة يبقى في اس، الفعل اللي هو هو جو اهو بيبقى الفعل برضو في السؤال، الفعل جو ده لازم لما ينزل عشان وجود الداز هنا لازم انزله في اس، فبقول شي جوز ده هنا عندي الاو دي احنا واخدينها قاعدة برضو عشان اضيف لها اس لازم احط ايه قبلها، فبقول شي جوز تو ورك واروح قايله الصورة عندي تاكسي فبقول باي تاكسي، يعني انا بجيب نص الاجابة من السؤال شي جوز تو ورك باي تاكسي. تمام طب هنا دو يو وانت باستا، دو يو وانت باستا ده لازم هيجي في الامتحان سؤال do you want، لو هو عندي فعلا مكرونة لو الصورة فيها مكرونة فبقول yes I do yes I do، ساعات يجيب لي سمك ويقول لي do you want باستا، بتحب المكرونة،
فانا هقول له ايه؟ نو اي دونت، يعني هو بيقصد لا انا بحب السمك اللي هو في الصوره ما بحبش المكرونه، فهنا هجاوب بنو اي دونت. يبقى لو نفس الصوره هي اللي بيسال عنها مكرونه هو بيسال عن مكرونه، هقول يس اي دو. جايب لي صوره تانية فهو بيفهمني لا انت بتحب حاجه تانية غير اللي انا بسال عنها، فهقول نو اي دونت. هنا is this your jacket، هل هذا الجاكيت يعني ملكك؟ فهقول yes it is او no it isn't حسب ما انا عايزه. طيب السؤال رقم 7، look and write 3 sentences، بيقول لي انظر واكتب 3 جمل. انا في سنه رابعه بركز على الاي كان سي وما بغيرهاش، هما الثلاثه بيتكتبوا اي كان سي، مفيش مدرس يقدر يعملها غلط، مفيش مدرس وهو بيعلم يقدر يعملها غلط، لان الاجابه بتكون صحيحه. بس طبعا مع 5 و6 مش هنكتب كله I can see، فاحنا اتكلمنا مع اعلى 5 و6 وغيرناه. بقول I can see، بشوف ايه الصورة فيها ايه. I can see a girl، شايفة بنت. I can see sun، شايفة شمس. I can see a red car، وشايفة عربية حمراء، فبكتبهم صح. وبحط يعني بختار حاجات سهلة في الصورة عشان اكتبها صح وما غلطش فيها. طيب هنا البانكويت بقى دونت بكتبه زي الخط، ما بحطش الحرف بس اللي انا هغيره، لا انا بكتبه بخط حلو كده اكني بكتب خط عشان اخد الدرجة. خط وبانكت ويت مع بعض. هنا دونت عندي الدي كابيتال بكملها كلها، واري بعد دونت واري بحط فولو ستوب، فالحرف اللي انا بغيره اكتبه بخط كبير واحط تحتيه خطين كده عشان ابين ان انا غيرت الحرف ده او ضفت فولو ستوب او ضفت ابوستروف، فانا لازم اوضح ايه اللي انا غيرته. فهنا الدونت حطينا خط تحتيها عشان غيرت الدي، هنا حطيت ابوستروف فانا برضو حطيت تحتيها خط. اي الاي دايما في اي بانكتويت بعملها كابيتال. هاف وان ما فيهاش اي حاجه، هنا بيقول لي دونت بادئه بدونت لا، فدي مش سؤال دي جمله عاديه، فهو حاطط لي الفولو ستوب. ده كده اول امتحان، هكمل الفيديو بفيديو تاني عشان الوقت بتاعه ينفع ارفعه. يلا اشوفكم في الفيديو اللي بعد.